لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان السياسي العراقي المستقل لطيف الرباعي. أهلا بكم أستاذ لطيف. أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا. بداية، كيف تقيمون الوضع الراهن للحركات الاحتجاجية في مختلف المحافظات العراقية، خاصة بعد ارتفاع حصيلة القتلى في وسط المتظاهرين؟ تحية لكم، تحية لمشاهدي قناتكم المجاهدة، وأهلا وسهلا مرة أخرى بعد انقطاع طويل. أهلا بك. للعلم، هذه التظاهرات تعبير حقيقي عن ما عاناه شعبنا العراقي طيلة 15 عام من الضنك والعوز والاحتياج، ونحن دولة غنية بكل ما حباها الله من ثروات. ألو؟ نعم، تفضل أستاذ لطيف. نعم، وبالتالي هذه التظاهرات تعتبر قرار الأولى والانطلاقة نحو الأهداف الكبرى، والتي تتمثل في إنهاء العملية السياسية وإلغاء الدستور الأسود. وهذه المطالبات، وإن كانت أو يراها المراقب مطالبات بسيطة أو لاحتياجات بسيطة للمواطن العادي، وهذا حق مكتسب الماء والكهرباء والحياة العامة، إلا أنها نقطة انطلاقة ونقطة بداية نحو الانتفاضة الكبرى، وإن شاء الله تمتد على عموم العراق، ويعني وتنتقل هذه التظاهرة إلى ثورة عارمة تطيح بكل المؤسسات اللا شرعية حسب الأنظمة الدولية، لأنها أتت من خلال الاحتلال ومن خلال قادة الاحتلال وسلطة الاحتلال. نعم، بالتزامن مع استدعاء استدعاء العبادي للميليشيات من كركوك وغيرها من المدن وتوجيهها نحو الجنوب لصد هذا الحراك، يقول مراقبون ان الرهان على هذه الميليشيات لاخماد فتيل التظاهرات، ما مدى صحه ذلك؟ نعم، كيف؟ كنت اسالك عن استقدام عدد من الميليشيات من كركوك وباقي المدن، استخدامها الى طبعاً. الجنوب. طبعا سيدتي الفاضله، هذه الميليشيات وغيرها كلها اوراق سوداء كبيره تستخدمها الحكومه بكل الاوقات، وهذا يعني امر عادي وغير مستغرب من هذه الحكومه الرعناء. وان شاء الله كل هذه الجموع ستطرح بهذه الحكومه وبهذه العمليه السياسيه برمتها. والحل الحقيقي وعلى الرغم من التشكيك الحاصل حول هذه التظاهرات هو انهاء العمليه السياسيه وقيام حكومه وطنيه قادره على انتشال يعني تخليص البلاد والعباد من هذه الزمره الفاسده والاحتلال، يعني الاحتلال المزدوج الامريكي الايراني والفارسي عموما. وان شاء الله وان شابت هذه التظاهرات بعض الشكوك، وانا اقولها بصراحه، لكنها ستكون هي نقطه في البدايه وستصيب الهدف، هو الهدف ان انهاء العمليه السياسيه برمتها. وانا من هنا ادعو كل القوى السياسيه والشخصيات الوطنيه ان تساعد وتدعم بكل ما اوتيت من قوه هذه يعني هذه اللحظه التاريخيه اللي نعتبرها، وعلينا ان نستغلها وان نستوعبها وان نوظفها لما لقضايانا واهدافنا الحقيقيه الوطنيه في تخليص العراق من هذه الحقبه السوداء التي اجتاحت التاريخ السياسي والتي لن يراها العالم كله بالنسبه للعراق. أشكرك. بتاريخه وحضارته وامكاناته. أشكرك جزيل الشكر السياسي العراقي المستقل لطيف الربيعي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.